سلام. تعالي عرفك على رفقاتنا من موسكو. هاي رباب ماريا. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. ايه حبيبي تعال لعرفك مين في قلبي. في لك مفاجاه مليون دولار. تعال. أميرة هادي بعد زمان لك وينك؟ انتي وينك؟ رحتي على كندا وما عدنا سمعنا عنك شي؟ صار لي سنتين. معقول؟ معقول لا بشوفك ولا بتسأل؟ لحظة لحظة رباب رباب تعي تعي عرفك على أميرة أخت الرفيقة تميم اللي عايش بكندا حكيت لك عنه زوجتي رباب. فرصة سعيدة. لك خبريني شو أخبار تميم؟ ما بعرف تركته وهربت. منيح ماشي حاله. أنت شو صار عندك أولاد؟ نحن صار عنا ولدين هلا الحمد لله. الحمد لله الله يخلي لك إياهم. على فكرة مطبوعاتك عم توصل على كندا بس أنت اللي مختفي. آخ شو بدنا نعمل الحياة سرقتنا يعني دار النشر ومطبوعات وسفر ومعارض قصة طويلة. الحمد لله يا سيدي. أنت شو أخبارك شو عاملة؟ أنا منيحة ما وقتتني العيشة بكندا أخي برد هنيك جيت هون فتحت مكتب صغيرون وماشي حالي منيحة. برافو عليك برافو. بس أنا كأني بعرف إنه رحتي على كندا كان في مشروع زواج ما هيك؟ إيه مزبوط ما زبطت. أستي نصيب نصيب. بتتذكر هادي بتتذكر لما زمان طلعنا رحلة على معلولة وعلى الأميرة فوق على ظهر الصخرة بلشت أنا بتذكر ولي إن شاء الله. عم يا ست مين ابو المفهوميه والذوق والنخبه طلع على ظهر الصخره من فوق حط على ظهره ونزل فيه وهي عم تولول من الصريخ والرعبه. يا ستي انا اللي كنت عم ارجوك خايف اسلت انا وياه من راس الصخره لتحت. ايه بس ما كان وزني 60 كيلو لا كان 46. يسلم ايديك يسلم. هلا قديش مين رأيان غير ترجع تركب مطارك هلا؟ بالمناسبة هادي أميرة لساته صوتها كتير حلو. لا ما تصدق أعوذ بالله. لا يا ستي صحيحاتي سمعنا لشوف زمكن عجمكم شو بدكم تسمعوا؟ إيه؟ عيون القلب. يلا يا جماعة شباب ساعديني سماح. تفضل شرفي مدام شرفي. أهلا وسهلا. كف كف لأميرة.